ولا عندهم يحفظوا من أراهن. رجعتوها ليه؟ رجعتوها ليه؟ رجعتوها ليه؟ هل هم مثلا جايين يخربوا البلد؟ هل هم بيستوردوا اسلحه؟ لا جواب. يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار. بعتوا كاميليا بكام دولار؟ بعتوا كاميليا بكام دولار؟ يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار. بعتوا كاميليا بكام دولار؟ بعتوا كاميليا بكام دولار؟ قطفوا كاميليا خان الدين. لانه راس الفتنه وهو السبب في كل البلايا اللي احنا فيه. فاحنا الوحيد اللي بيتهان، الاسيس الوحيد في الكنيسه المصريه اللي بيتهان وهيتهان لو متنا حتى المجرم شنوده. واحنا بنقوله علشان اقباط المعجر يسمعوا، مش هنسيبك يا شنوده، ومن هنا لو هنموت مش هنسيبك يا شنوده يا حقير. يا شنوده عايزين فتنة وتبقى دمار. عاملين دولة فوق الدولة. عاملين دولة
قبل ان تزيد الفتنة نريد اخواتنا، احنا بلد مسلمة، مصر مسلمة، الدستور يقول ان القرآن الكريم ودين الله سبحانه وتعالى هو المصدر الاول للتشريع، لذلك في دين الله سبحانه وتعالى الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم او يفعل في كلام الله سبحانه وتعالى فحده القتل، فنحن نطالب بمحاكمة بشوي وسنودة وكل من سب النبي صلى الله عليه وسلم محاكمة اسلامية، لاننا في بلد اسلامية حتى لا تزيد الفتنة، فانما جئنا حتى ننبه الناس وحتى توعد الفتنة وتخمد الفتنة، وفي بايدي امن الدولة والوزارة الداخلية ان يعيدوا تلك الفتنة وان ينهوا تلك المهزلة، تلك الدولة التي في داخل الدولة لا يستطيعون ان ينهونها، المسلمون باذن ربهم سبحانه وتعالى سوف ينهون هذه المهزلة بعون الله سبحانه وتعالى لا بجهود الافراد. احنا اخواتك مش ناسيينك، امريكا ما هيش نافعينكم، امريكا ما هيش